خارق، لأنه فعلا المهارة اللي تصنع فرق كبير جدا في حياتك قدرتك على التعلم، لأنه فعلا العصر اللي احنا فيه أسرع عصر في عملية التغيير بتحصل بشكل مستمر وشكل سريع جدا. أهلا بكم في عصر التغيير. زمان كانت الأمور بتمشي برتم بسيط، لكن الآن إيقاع الحياة والتكنولوجيا والتطور أصبح بشكل سريع جدا. إذا ما كان عندك الاستعداد أنك أنت تضاهي وتمشي مع الركب، حتكون زي ما يقولوا في مؤخرة القطيع، وحتكون من الناس اللي الحياة بتتطور حواليه، ومن لا يتقدم يتقادم. يمكن سؤال عمل فرق كبير جدا في حياتي، ليه في ناس يتولدوا عندهم كل المقومات، كل الإمكانات، كل المؤهلات، كل الأمور المادية متيسرة بالنسبة لهم، وانتهوا فاشلين؟ وناس يتولدوا في قاع الألم، يتولدوا فعلا من غير أي مصادر، من غير أي موارد، من غير أي دعم مالي، من غير أي دعم أسري، وبيصنعوا من حياتهم تحفة فنية، بيصنعوا من حياتهم قصة الناس بتتكلم عليها، مع انهم بدأوا من بدايات متواضعة من أسرة فقيرة، لكن صنع قصة نجاح الناس كلها وخلدها التاريخ. فالسؤال ده شغل تفكيري بشكل مجنون، فكنت بدور عن إجابة، ليه؟ إيش معنى؟ إيش السر؟ ما السبب؟ فيمكن قادني الموضوع هذا لأن أقرأ كتب كثيرة جدا، يمكن أكثر من 400 كتاب في مجال التطوير الذاتي والتطوير البشري، حضرت دورات كثيرة يعني في مجال التطوير الذاتي والتطوير البشري. لماذا؟ ليش؟ إيش الفرق اللي يصنع الفرق؟ فكان فعلا إنه الناس اللي وصلوا للتميز، الناس اللي وصلوا للنجاح في حياتهم، عندهم نفس القدرات ونفس الإمكانات اللي عندك وعندي، لكن استخدموها، قدروا انهم هم يوظفوها، قدروا انهم هم يطوروها، قدروا انهم يشوفوا الانسان المتميز اللي وصل للنجاح ما المهارات التي يمتلكها، ما المعلومات اللي يمتلكها، وسعوا انهم يمتلكوا هذه المهارات وانهم يتعلموها.